مرحبا طلاب وطالبات الأعزاء، اسمي جيزيل عبساوي وأنا مستشارة تربوية اختصاصية من الخدمة النفسية التربوية في وزارة التربية والتعليم. أنا كتير مبسوطة أنه أنتم انضمتولي اليوم لدرس مهارات حياتية عن بعد. الواقع الحياتي الجديد اللي إحنا عم نعيشه كلنا هو فرصة من أجلكم لتثبتوا لنفسكم أنه عندكم قوة، عندكم مهارات وآليات لمواجهة أوضاع حياتية صعبة ومتحدية. البقاء في البيت بعيد عن المدرسة، بعيد عن الأصحاب، تغيير في نمط الحياة مش إشي سهل، بس البقاء في البيت بتطلب منكم أعزائي مسؤولية، بتطلب منكم إدارة شخصية، تفاؤل وأمل. في هاي الفترة اللي كل واحد فيكم عم بتعلم من البيت لحاله، من المهم انه يتذكر انه هو جزء من مجموعة، جزء من مجموعة اصدقاء اللي هني مهتمين فيه. تنسوش انه انتو عيلتكو حواليكو، اصدقائكو، معلمينكو، مربية الصف، المستشارة، كلهن اقراب منكو، بحاولوا يكونوا اكتر ما يمكن متواجدين رغم البعد. في كل وضع اعزائي الطلاب في مرقتوه في حياتكم، أنا متأكدة أنه أنتوا طورتوا عندكم مهارات حياتية وآليات للتأقلم مع الأوضاع الجديدة، وشفتوا أنه أنتوا بتقدروا تتخطوا كتير صعاب. تنسوش أنه كل واحد فيكم في عنده حصانة نفسية، وآمنوا بقدراتكم بقواكم لأنه إحنا كتير منثق فيكم. أنا اليوم رح أرافقكم في درس مهارات حياتية في موضوع تحديد أهداف ذكية. إيش رح نتعلم إحنا بهذا الدرس؟ أول إشي إحنا رح نعمل فعالية افتتاحية اللي هي رح تحكي عن تحقيق الأهداف والأحلام. رح ننتقل وعلمكم عن نموذج اسمه نموذج سمارت. هو عملياً نموذج مأخوذ من عالم إدارة الأعمال. من خلاله أنت رح تقدر تحدد هدف أو حلم تقدر تحققه. رح نختار هدف أو حلم وتحاولوا تحققوه وتحطوا له خطوات كيف أنتم ممكن تصلوا لإله. رح نتعامل طبعاً مع موديل النموذج سمارت اللي حكيت عنه عشان تقدروا تصلوا لهذا الهدف. قبل ما نبدأ أعزائي الطلاب، بدي إياكم تشاهدوا الصور الموجودة أمامكم على الشاشة وتفكروا أول إشي، إيش المشاعر والأفكار اللي بتراودكو لما بتشوفوا هاي الصورة؟ قديش أنتو توافقوا مع الجملة المكتوبة باللغة الإنجليزية Live your dream، عيشوا أحلامكو؟ اكتبوا لكم عنكم بالدفتر إيش الأفكار والمشاعر اللي بتراودكو لما بتفكروا بالحلم؟ اسألوا حالكم، في عندكم حلم؟ بدكم تحققوه؟ ايش اللي بدكم يساعدكم عشان تقدروا تحققوه؟ سجلوا هاي الاشياء امامكم بالدفتر، احنا رح نرجع لها خلال الدرس. رح اعطيكم اسا عمليا بعض المعطيات، بدي تفكروا بكل معطى ايش بناسب من العرض فيه لإلكم. أول معطى بحكي إنه أظهرت نتائج الأبحاث إنه ما يقارب 90% من الأشخاص بيعرفوا إيش بدنش، ولكنن بيستصعبوا إنن يذكروا أو يحددوا 3 أشياء واضحة اللي بدن يحققوها خلال سنة. فهون عملياً عم نشوف إنه إيش الإشي السهل هو إنه أنا إيش بديش، إيش بدي كتير صعب، أكون دقيق كتير بتطلب مني تفكير ومجهود. اسأل حالك قديش فعلا هذا المعطى بيشتغل عليك. معطى تاني بيقول إنه أظهرت نتائج الأبحاث اللي تمحورت حول ما يجعل الأشخاص ناجحين ومؤثرين في مجال، إنه هدول الأشخاص عمليا بيقدروا يحددوا لأنفسهم هدف بشكل ناجع ودقيق، بيعرفوا إيش بدن،
بيقولوا بدي هيك، فهدول الأشخاص اللي هني بيقدروا يحرزوا ويحصلوا على نجاحات وإنجازات. إحنا جميعاً منحدد لأنفسنا أهداف كبيرة كالالتحاق بالجامعة أو الحصول على عمل مرموق، في كمان أهداف صغيرة اللي إحنا منحددها لحالنا مثل النجاح في الامتحان أو مواصلة تمارين الرياضة اللي منقوم فيها. اللي بيميز الحقيقة هاي الأهداف اللي بنجح فيها الأشخاص في تحقيقها هو إنها محددة بشكل ناجح ودقيق. فصرتوا أنتوا فاهمين طلابي إنه المطلوب هون إنك تكون دقيق وعارف إيش بدك، تحدد هدف. في قدامنا هون مقولة، جملة حلوة عميقة كتير معروضة، بدي أقرأ لكم إياها. الحلم الذي يحدد له تاريخ يتحول إلى هدف. الهدف الذي يفصل إلى خطوات يتحول إلى خطة. الخطة التي تستند إلى الأفعال تحقق أحلامكم. كمان مرة، الحلم الذي يحدد له تاريخ يتحول إلى هدف، والهدف اللي يفصل له خطوات يتحول إلى خطة، والخطة التي تستند إلى الأفعال تحقق أحلامكم. شو بنتعلم من هاي الجملة؟ عشان نقدر إحنا نحول حلم لهدف محقق لازم نحدده بفترة زمنية، وإنه نتخذ خطوات محددة تهدف لتحقيقه، خطوة ورا خطوة نمشيها عشان نقدر نوصل لهذا الهدف. بدي أخذكم معي إسا شوي للمستقبل، وأطلب من كل واحد فيكم وحدي إنه يتخيلوا نفسن بعد شهر، بعد 3 أشهر، وبعد سنة. بدي تكتبوا قدامكم 3 أمور اللي أنتوا بدكوا أنكم تحققوها بهاي المواعيد 3 المختلفة. أمر واحد بكل موعد. شو كنتوا بتحبوا تحققوا بعد شهر؟ اكتبوا قدامكم على الدفتر هذا الهدف اللي أنتوا حابين تحققوه بعد شهر. إيش كنتوا بتحبوا تحققوا أو إشي حابين تحققوه، رغبة بدكوا توصلوا لها بعد 3 أشهر؟ ورغبة ثالثة أو حلم أو هدف اللي أنتوا حابين إنه تحققوه بعد سنة. سجلوا هاي 3 أشياء عندكم بالدفتر، تأملوها. بعطيكم هيك وقت قصير، نص دقيقة تفكروا. بعرف إنه إنها مش مهمة سهلة، بعرف إنه بدها تتطلب منكم تفكير عميق وجهد، والبعض يقول أوف شو بعرفني شو بدي، أنا مش عارف شو بدي أكل اليوم. بس إذا أنت بدك فعلا تكون ناجح وتنجز وتحقق شغلات، أنت بدك تجبر وتلزم نفسك على أنك تفكر وتتعمق بالتفكير وتحدد الأمور اللي أنت عن جد بدك إياها في الحياة. بس هيك أنت تقدر توصل للإشياء. بتمنى أنه كلماتي هاي عم بتشجعكم انكم تقدروا تكتبوا وتحطوا قدامكم هاي 3 أمور. اللي انجزها اسا بكون ممتاز، اللي ما كتبهاش اسا بس يخلص البث بحب انه يقعد ويفكر فيها. تعالوا للصبايا والشباب اللي كتبوا هاي الاشياء، شو شعرتوا خلال كتابتكم لهاي الامور اللي انتوا حابين تحققوها في المواعيد المختلفة؟ شعور حلو، شعور صعب، وإيش عليكو إنكو تعملوا عشان تحققوها؟ شو الأشياء اللي لازم تعملوها؟ الخطوات اللي لازم تمشوها عشان تقدروا توصلوها؟ أنا رح أقدر أساعدكو اليوم بإني أعلمكو موديل أو نموذج جديد اسمه سمارت. هو جديد لإلكم ممكن، أما هو موجود له وقت ومستوحى من إدارة الأعمال. نموذج سمارت عملياً فيه مراحل، إذا أنت بتتبعها
وبتكون دقيق فيها، انت ممكن انك تنجز وتحقق هدف اللي بدك اياه. فاول اشي مهم بالمسيره لتحقيق الهدف هو انه يكون هدفك محدد، يكون محدد بدقه قد ما ممكن، معروف ايش بدك تصل، ايش الاشي اللي بدك يصير معك. بعدين مهم انه يكون هذا الهدف نقدر يقاس، انه بتقدر تقيسه بمده، انه انت حققته شفت انه في تغيير، صار في انجاز. وانه مهم كمان انه يكون هذا الهدف قريب منك، في متناول يدك، يكون واقعي تقدر تحصل عليه. واهم اشي يكون فيه طموح، يعني انه بقدر هذا الاشي يجعلك يدفعك لقدام، يزيد عندك الرغبة. وكمان اشي مهم في هاي النموذج هو انه يكون الهدف له صلة واهمية للاشياء اللي عم تمرق معك بحياتك، موجه لتحقيق نتائج معينة واضحة ومحددة. واخر اشي هذا النموذج بيحكي عن أهمية تحديد فترة زمنية اللي خلالها أنت تقدر تحقق هذا الهدف، مش تترك الهدف مفتوح لما بيجي لازم يكون له تحديد. عشان أكتر تفهموا وتذوتوا عمليا أنتوا هذا النموذج، أنا رح أعطيكوا مثل من عالمكو، مثل اللي ممكن يكون تحسين علامة الرياضيات. فإذا إحنا بدنا نمشي على هذا النموذج، فأول إشي لازم أحدد إنه أنا بدي أحسن علامة الرياضيات وأزيد علامتي بعشر درجات. حددت أنا بدي أحسن العلامة وأزيدها بعشر درجات، معقول؟ كيف أنا بقدر أقيس هذا الإشي؟ إذا بترتفع علامتي بعشر درجات، أنا عملياً بكون هدفي عم بخطو في له خطوة إنه أنا رفعتها عشر علامات. فيكون في متناول اليد. طبعاً أنت مش بادي من فراغ، أنت عشان ترفع علامتك الرياضيات بعشر علامات أنت قارنت مع العلامة السابقة الموجودة عندك. لنفرض عندك علامة 70، فأنت بدك تحصل على علامة 80، بدك تجيب علامة 80 تحسنها بعشر درجات. فموجود معك هو متناول اليد 70، واللي بالطموح تبعك توصل للـ80. ليش بدك توصل للـ80؟ هذا بيكون الاشي الاساسي بالهدف، انه عندك اهمية وصلة لاشي انت بدك تحققه، بترغب فيه. فبهاي الحالة انت عمليا عم بتقول انا بدي اتخصص موضوع علم الحاسوب في المدرسة بالثانوية، وعشان هيك عشان يقبلوني انا بحاجة لعلامة 80 على القليلة عشان يقبلوني في هذا الاختصاص. فهون انت عمليا كان في إلها هاي الرغبة صلة بإشي انت حابب تحصل عليه توصله. وعم نحدده طبعا بفترة زمنية، منقول انه انا بدي احصل على علامة 80 في شهادة الفصل الثاني. فهيك بنكون حددناه بزمن معين. بضل علينا إسا شو الخطوات اللي انت لازم تحطها عشان تصل لتحقيق انك انت ترتفع 10 علامات في موضوع الرياضيات. سجلوا بدفتركم، رح استناكم هون دقيقة، تسجلوا هذا النموذج، تسجلوا كل حرف ايش المقصود منه، انه محدد، الاس محدد، الام يمكن قياسه، الاي في متناول اليد، فيه طموح، الار انه ذو اهمية وصلة، موجه نحو تحقيق نتائج، والتي عمليا هي تحديد الوقت.
ماشي. بما انكم كتبتوا النموذج هذا عندكم بالدفتر، إسا انا بدي ارجع معكم للفعاليه الاولى لما طلبت منكم تسجلوا 3 اهداف انتم حابين انه تحققوها. اختاروا واحد من هاي الاهداف، ممكن يكون اللي انتم بدك تحققه بعد شهر، ممكن يكون اللي انت بدك تحققه بعد 3 اشهر، او الهدف اللي بدك تحققه بعد سنه. تركزوا بس بهدف واحد وتعالوا مع بعض نفكر، فكروا مع نفسكم بالأخص كيف انت بدك تقدر تنجزه. اول اشي بدك تعمله انك تكتب ايش الهدف اللي اخترته، شو رح يتغير لما انت رح تحقق هذا الهدف، ايش رح يصير معك في حياتك التعليمية الدراسية، او اذا مش بالحياة التعليمية والدراسية اخترت اشي من مجال اخر، ليش بدكوا تحققوا لهذا الهدف، ايش رح يزيد عليك اذا حققتوه، امتى بدكوا تحققوه، كمان شهر، كمان 3 اشهر، كمان سنة، وكيف رح تفحص نجاحك في انك انت حققته، ايش رح يصير، ايش لازم يصير عشان تعرف انه انت حققته، وكيف هيك كيف انت كمان رح تتعلم انك حققت هدفك، وايش رح يصير كمان نتيجة لتحقيق الهدف، شو الربح الاخير اللي انت رح تاخده. انا بدي اعطيكم وقت اسا مهمة تعملوها هاي خلال الاستراحة اللي رح نخرج لإلها، معاكو 10 دقايق اكتبوا في الدفتر، تعمقوا في تفكيركو، وبس نرجع رح نكمل بهاي المسيرة.
رجعنا. تعالوا أعزائي نتأمل مع بعض إيش لحد إسا إحنا تعلمنا. أول إشي حكينا عن الأهداف والأحلام وأهميتها في حياتنا، حكينا عن أهمية تحقيقها للأهداف عن طريق تحديدها بشكل دقيق. مرقنا على نموذج سمارت وأعطيتكم مهمة تعملوها بالاستراحة. بتمنى تكونوا عملتوا هاي المهمة، لأنه من هاي اللحظة لقائنا بكمل مرتبط بالمهمة اللي لازم كان تعملوها. تعالوا نفكر مع بعض. بدي اياكم كمان تكتبوا لنفسكم. تقدروا بعد ما إسا تدربتوا على نموذج سمارت انكم تقولوا انه انتوا صرتوا تعرفوا كيف ايش تعملوا عشان تحققوا هدفكم؟ حاسين انه انتوا واضح لإلكو كيف ممكن تفكروا وتعملوا عشان تقدروا توصلوا لتحقيق الهدف؟ اذا بحب انكم تكتبوا ايش اللي ساعدكم في انكم توصلوا لهاي المرحله وانكم تعملوا هذا التغيير، واذا لا برضو اكتبوا لنفسكم او فكروا مع حالكم ايش اللي صعب، ايش اللي ممكنكوش من انكم تقدروا تكونوا دقيقين وتحطوا هدف لنفسكم واضح. خلينا نكمل مع المجموعة اللي عم بتقول ان هي عمليا قدرت تفهم كيف ممكن تشتغل وتحقق هدف لنفسها. كيف ممكن تشعروا لما انتوا مجرد تفكروا انه انتوا رح تقدروا توصلوا لتحقيق هدفكم؟ اي مشاعر بتثار فيكم بمجرد التفكير انه انتوا رح تقدروا تحققوا هدف معين حددتوه؟ بيختلف هذا الشعور عن الشعور اللي بديتوا فيه بداية اللقاء؟ شو الاختلاف؟ اذا كنتوا في بداية اللقاء حاسين في ضياع وعدم مقدرة على تحديد أهدافكم ومعرفة شو هي أحلامكم والإشياء اللي بدكم إياها على القليل بالفترات القريبة، تغير إشي بعد ما حاولنا مع بعض إنه نفكر ونحدد مع نفسنا الخطوات اللي ممكن توصلنا للهدف؟ سجلوا بدفتركم اعملوا معروف، بدي اياكو تحددوا موعد تاريخ دقيق اللي فيه تقدروا تفحصوا قديش فعلا انتو قدرتوا تحققوا الهدف. اذا تعالوا نقول نقدر بعد اسبوعين كل واحد فيكو يفتح الدفتر ويشوف قديش هو عن جد خطوات اللي توصلوا لتحقيق الهدف اللي حطوا. بدي كمان منكم تسجلوا هل ساعدكم نموذج سمارت؟ كيف ساعدكم؟ قدر عن جد يعطيكم يكون بالنسبة لإلكم أداة اللي ممكن تسهل عليكم التفكير في تحضير نفسكم لتحقيق أهداف؟ اكتبوا هذا الإشي كمان بالدفتر. في رسائل مهمة المهم إحنا نحكي عنها إسا، أو هي عبر اللي إحنا نقدر نستخلصها لما منيجي بنحكي عن كل موضوع وضع أهداف لنفسي. أول رسالة هي عملياً بتقول إنه تحديد هدف ممكن بشكل دقيق إذا حددناه بشكل دقيق ويكون في متناول اليد إنه يعطينا يأثر على المشاعر تبعتنا والعملية تنفيذنا لإله، بصير في عنا دافعية أكتر في إنه إحنا نحققه. إحنا كتير مرات نتنازل عن تحقيق أهدافنا لأنها واسعة كتير، مش عارفين لأنه كيف بدنا نحققها، مش واضحة بالقدر الكافي لإلنا، ولأنه كمان ما حددنا ولا حددنا لموعد ولا قلنا إنه أنا بعد نص سنة أو سنة بدي أصل لهذا المحل. عشان هيك كتير مرات نضطر نتنازل عن أحلامنا لأنه ما عرفناش كيف نبدأ
إنه نوصل في تحقيقها. عشان نحقق هدف مهم بالنسبة إلنا لازم نستعين بأدوات اللي بتساعدنا إنه نفحصه، نفحص إيش عملنا بشكل صحيح وإيش عملناش بشكل صحيح، عشان نقدر نقيم نفسنا ونشتغل على تحسين نفسنا. بدون هذا الفحص والوقفة مع نفسنا ونسأل حالنا مقدرش نتقدم. فكل واحد لازم يعمل هذا الإشي مع نفسه من فترة لفترة ويفحص نفسه قديش فعلا هو عم بيعمل وبيخطو إلى الأمام خطوات اللي توصله للهدف اللي بده إياه. تعالوا بديش إياكوا تنسوا، اشتغلتوا وعملتوا هدف، حددتوا هدف معين ومشيتوا حسب نموذج سمارت، بطلب منكم بعد أسبوعين كمان مرة افتحوا الدفتر وجاوبوا على الأسئلة المعروضة قدامكم، لأنه الالتزام بالهدف بيؤدي إنك تحققه. أول إشي اسألوا حالكم، اتقدمتوا نحو الهدف؟ نعم أو لا؟ إذا تقدمتوا إيش اللي ساعدكم إنكم تتقدموا؟ إذا ما تقدمتوش اسألوا حالكم ليش؟ وين قصرت؟ إيش عملت؟ الإشي متعلق فيك؟ مش متعلق فيك؟ إيش ممكن يساعدك إنك تتقدم؟ وإذا تقدمتوا فعلاً اسألوا حالكم قديش تقدمتوا؟ خطوة؟ خطوتين؟ علامة؟ 5 علامات؟ حسب إيش الهدف اللي أنتوا حطتوه. ودايماً اسألوا حالكم إيش اللي ساعدكم في إنكم تتقدموا؟ إيش اللي ساعدكم في إنكم تحققوا إشي؟ لأنه هاي هي عملياً القوة الداخلية اللي فيكم، هاي هي عملياً الأشياء اللي أنتوا بتتعلموها عن نفسكم، هاي هي المهارات اللي أنتوا بتكتسبوها عن حالكم بتنموها لما أنتوا بتفحصوا شو الأشياء اللي ساعدتكم. طبعاً دائماً لازم نسأل إيش الإشي اللي وقف طريقنا، إيش الإشي اللي صعب علينا ننجز هاي المهمة، هل هو متعلق فينا ولا متعلق بالآخرين، الإشي داخلي ولا الإشي خارجي. عشان تقدروا تعالجوه لازم تعرفوا بمين متعلق. واسألوا حالكم إذا أنتم انبسطتوا إنكم مشيتوا خطوة خطوتين، في شعور لذيذ لما إحنا منشوف حالنا عم نتقدم ومنمشي خطوات لتحقيق هدفنا. هذا الإشي بعطينا شعور ممتع حلو، بعطينا رغبة في إنه نكمل. وبالآخر اسألوا حالكم شو تعلمتوا عن حالكم أنتوا من خلال هاي السيروري كلها، شو الأشياء اللي أنتوا اكتسبتوها جديد على وفهمتوها عن نفسكم. سجلوا هاي الأشياء عنكم، كمان هاي ممكن تكون عون لإلكم في المستقبل لتحقيق كمان أهداف وأحلام. قبل ما ننهي، أعزائي الطلاب والطالبات، بتمنى أن تكونوا شعرتوا بالقرب بالرغم من البعد. بتمنى أن يكون هذا درس مهارات حياتية اللي هو مش تقليدي ومش عادي ومش روتيني اللي أنا لحالي فيه عم بحكي، قدر يدقر كل واحد ووحدة فيكو ويثير فيها مشاعر وأفكار اللي تساعده أنه يفهم نفسه أكتر. وضع مش عادي اللي إحنا موجودين فيه، بطلب منكو تشاركوا، تحكوا، احكوا مع عيلتكو، احكوا مع أصحابكو، افتحوا قلبكو، احكوا عن تجاربكو، عن صعوباتكو، عن الأشياء اللي انتو حاسين فيها. شاركوا الأهل بكل إشي عم تعملوه، ما تبقوش لحالكو. دايما في ناس حواليكو بفكروا انها بتحبكو وموجودة عشانكو. بتمنى لكو تكون فترة سهلة عليكم، وإلى اللقاء في درس المهارات الحياتية القادم.